السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين دال، ويرمز له باللاتينية دي، وهو يقوي عظامنا ويقوي أسناننا. في المتجر الكبير يوجد فيتامين دال في الحليب، البيض، الزبدة، زيت السمك، وأشعة الشمس. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين دال. الحليب، البيض، الزبدة، زيت السمك، وفي أشعة الشمس. فيتامين دال يقوي العظام. فيتامين دال يقوي الأسنان. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. نصيحتي نصيحة.